وبين قوسين انا اقول لكم اقول لك عدنان يسب، لا اسب، انا احلل، لست رجلا ابله ولا احمق، انا احلل وافهم واحترم عقلي واحترم عقل اخواني ومن يستمع الي ويشاهدني. انا اقول لكم هذا سيكولوجيا شخص غير طبيعي، عالم يتحدث والله هي مين على منبر رسول الله ما هو بطبيعي. ما في عالم طبيعي يقول كلام هذا. من انت يا اخي؟ انت محمد بن عبد الله نفسه؟ كيف تجعل فهمك للدين والنصوص المختلفة، الأمة اختلفت فيها، الفهم الأوحد الأقطع الأقصى والنهائي، ممنوع أن تتردد، ممنوع أن تشك، ممنوع أن تتوقف. تقول والله أبحث المسألة، ممنوع، هي مع التوقف. فمع التوقف تقول تكافأت عندي الأدلة. هذا الشيخ أتى بأشياء تتكافأ قوة مع أشياء لدي، فسأبحث. توقفت يعني الآن أو ممكن أبقى متوقف؟ أنا أقول لا أدري، لا أقطع، ممنوع، ممنوع. وغيره أيها الإخوة، وضده على ضده، يعني من شك من توقف من رد، هذا ليس من السنة في شيء، ليس من إيه؟ من أهل السنة والجماعة. بلاش هذا الشرط؟ ما هذا الشرط العجيب يا أخي؟ ما هذا الشرط الغريب؟ وهذا الكتاب يطبع الآن ويحقق ويدرس في معاهد وكليات وجامعات على أنه مذهب أهل السنة، شرح السنة، احفظوه، للبربهاري، فيه طمات ومصائب. تعصب على الناس يا أخي، تعصب على المخالفين. اتقوا الله في أمة محمد، اتقوا الله في إخوانكم في الملة والدين. ما في، ما في.